موضوع آخر، وحصل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة على شهادة نظام الإدارة المتكامل بموجب معايير الآيزو، ليؤكد المعهد التزامه باتباع أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة. ويأتي هذا الإنجاز بعد عملية تدقيق مكثفة أجرتها شركة أنترتك، وهي المختصة بحلول ضمان الجودة الشاملة للقطاعات المهنية في جميع أنحاء العالم. لتفاصيل أوفى خلونا نتابع هذا التقرير عن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجهود حثيثة يعمل على إجراء وتنسيق بحوث طويلة المدى في مختلف التخصصات لتلبي الأولويات الوطنية الملحة فيما يتعلق بالأمن المائي والطاقة والبيئة. بحوث تطبق في منشآت عالمية المستوى وتتضمن مختبرات رئيسة. مختبرات معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على شهادة نظام الإدارة المتكامل الآيزو شهادة تبرهن على أن جميع عملياتنا قد صممت مع مراعاة إجراءات الصحة والسلامة والجودة كأولوية قصوى. هذه الإنجازات تتماشى مع رسالة المعهد الرامية إلى دعم دولة قطر في مواجهة تحدياتها الكبرى والعمل بشكل جماعي لتحقيق الأهداف لرؤية قطر 2030. إذن مشاهدينا الكرام للحديث أكثر سعدنا أنكم معنا في الاستديو الدكتور أيمن سمار، وهو باحث أول بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة. دكتور أيمن، سعداء جدا بتواجدك اليوم في حلقة برنامج حياتنا. سعيد جدا بوجودي وشكرا على الاستضافة أخ سلمان. يا مرحبا فيك يا دكتور. بداية لو نتكلم عن حصول معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة على شهادة نظام الإدارة المتكامل بموجب معايير الآيزو. طبعا نظام الإدارة المتكامل أو شهادة نظام الإدارة المتكامل، إدارة الجودة المتكامل، هي شهادة يتم إصدارها من المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس الآيزو. طبعا الشهادة بشكل أو بآخر تعنى بوجود مرجعية دولية لموضوع الجودة ووجود حد أدنى من الجودة في أي منتج لأي مؤسسة، سواء كان منتج تجاري، منتج بحثي أو منتج خدمي. طبعا هي الشهادة الأكثر انتشارا والأكثر اعترافا على مستوى العالم. أكيد. الشهادة تنقسم طبعا إلى ثلاث أقسام رئيسية. شهادة الآيسو 9001 لسنة 2015، وهي تعنى الـ QMS أو الـ Quality Management System، أو هو إدارة جودة العمل. هذه طبعا ما يعني حصولنا على هذه الشهادة هو تأكيد وضمان وجود نظام كامل لإدارة الجودة في العمل في جميع مناحي العمل، تبدأ طبعا من جودة القيادة، ثم جودة التخطيط، جودة تحديد الأهداف، تحديد تقييم المخاطر والفرص، طبعا جودة إدارة الموارد البشرية أو إدارة الموارد بشكل عام. وكل هذا طبعا يصب في موضوع زيادة الكفاءة والفعالية. يعني احنا نتكلم عن تقييم دكتور، تقييم المستوى الإدارة من القيادين الموجودين فيها، من طريقة الموارد البشرية، من طريقة معالجة المشاكل. يعني هم كأنهم وضع نظام لضمان الجودة في كل هذا، في كل ما ذكر. يا سلام. طبعا إذا بتسمح لي أكمل. تفضل تفضل. أنا يعني حاولت أني أوضح كلمة التقييم. التقييم طبعا طبعا النظام يحتوي أيضا، بما أنه تكلمنا عن التقييم، هو أيضا وجود نظام كامل للتقييم الدوري، للمراجعات الدورية للأهداف ولمخرجات العمل، وأيضا وجود نظام يضمن التحسين والتطوير بشكل مستمر. الجزء الثاني من الشهادة هو شهادة الآيسو 14001 لسنة 2015، وهي شهادة إدارة جودة البيئة. طبعا تحقيق أي هدف في الشركة، رفع مستوى الجودة في أي منتج أو في أي مخرج من مخرجات الشركة، لا يمكن تحقيقه بوجود بيئة غير صالحة. فهذا هذه الشهادة تضمن وجود بيئة صالحة آمنة للعمل،
البيئة طبعاً، ولما أحكي بيئة صالحة للعمل طبعاً هي داخلياً داخل المؤسسة، وأيضاً يعني على سبيل المثال ما يكون مسؤولك الدكتاتوري يضغط عليك بطريقة معينة، هذه معناتها البيئة السليمة ولا لا؟ البيئة طبعاً هي بيئة نفسية هذه من هذه الناحية، ولكن هو البيئة طبعاً في حالة المعهد عندنا معامل كبيرة كثيرة طبعاً، العديد من المختبرات والاختبارات التي نجريها في مواد كيماوية، في طبعاً فالبيئة اللي حواليك هذه لازم تكون بيئة سليمة صحيح، وتساعدك على القيام بعملك بشكل سليم. هذا المعيار الثاني. المعيار الثاني طبعاً لما أتكلم أيضاً عن البيئة أنا بتكلم أيضاً عن البيئة الخارجية، بدي أضمن إنه أنا مخرجات العمل عندي ما تؤثر على البيئة الخارجية صحيح. ولا ترسل أي تلوثات للبيئة الخارجية. جميل. إذن معايير عديدة دكتور أيمن تفضلت وذكرتها تؤهل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة اليوم على الحصول على شهادة نظام الإدارة الأيزو، لكن اليوم كيفية ضمان الحفاظ على الاستمرارية عندكم في المعهد من تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال جميع الأنظمة التي تقام في المعهد؟ طبعا هذه الأنظمة طبعا يعني هو نظام الجودة 9001، نظام البيئة أو حفاظ على البيئة 14001 لسنة 2015، ونظام طبعا الصحة والسلامة المهنية والذي يعنى بسلامة الأفراد وهو 45001 لسنة 2018. طبعا الاستمرارية يعني ذا فاكت انه احنا حصلنا على الشهاده معناته احنا وضعنا كل هذه الانظمه وطبقناها. الان الاستمراريه في هذا يتم طبعا هنالك تم تدريب جزء من الكادر وانا واحد منهم طبعا لاداء اللي هو التقييم الداخلي لهذا النظام بشكل دوري كل 6 أشهر او كل 3 أشهر حسب المتطلبات، وثم طبعاً في كل سنة يجب أن يتم أيضاً الأوديت أو التقييم الخارجي من شركات خارجية لتضمن استمرارية هذه الشهادة. طبعاً هي مش مرة واحدة، هي شيء مستمر ويجب أن طيب دكتور يعني لو تعطينا لمحة عامة عن خدمات البحوث والتطوير والابتكار اللي يوفرها المعهد. طبعاً معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة هو معهد تأسس بتفويض من الدولة للقيام بأبحاث لها علاقة في البيئة والطاقة والمياه، أو يعني طبعا أبحاث تطبيقية لوجود حلول مبتكرة لهذه اللي نسميها الجراند تشالنجز أو التحديات الكبرى للدولة. فمثلا مركز المياه الذي يعنى بجودة المياه بشكل عام، وأيضا تحسين استخدام أو رفع كفاءة محطات التنقية وإيجاد بعض الحلول المبتكرة مثل عمليات تحلية المياه وتنقية المياه بعمليات الفلترة. أيضا طبعا هذه العملية طبعا السبب إنه شح وجود المياه الصالحة للشرب في منطقة الخليج بشكل عام، فالاعتماد الكبير على موضوع التحلية والتنقية. وطبعا هناك مركز أبحاث الطاقة الذي يعنى بوجود أبحاث تطبيقية أيضا مع شركاء محليين وشركاء عالميين في موضوع تقنين الطاقة المستهلكة وموضوع أيضا إيجاد مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية وغيرها، وأيضا في كمان مركز البيئة والذي يعنى طبعا بتحسين البيئة، تحسين جودة الهواء وتحسين جودة المياه في بيئة قطر. دكتور أيمن أمانة ما يميز اليوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إضافة للجانب البحثي اليوم جانب المعدات والتقنيات والتطور في المختبرات وطاقم العمل الموجود داخل المعهد، يريد لو نتكلم أكثر في هذا المحور اليوم ونعرف السادة المشاهدين بالتطور الموجود في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من جانب المختبرات ومن جانب الكوادر المؤهلة على أعلى المستويات إن شاء الله. طبعا كل الأبحاث التي نقوم فيها في المعهد هي أبحاث تطبيقية، بمعنى أنه لجعل هذه الأبحاث ممكنة في دولة قطر طبعا تم استثمار كبير في موضوع البحث العلمي وفي موضوع البنية التحتية للأبحاث، فكان طبعا بناء العديد من المختبرات والمعامل
على مستوى عالي جدا من التجهيزات ومستوى عالي جدا من التطور، تصب كلها في هذه الأبحاث التطبيقية، وطبعا معامل بهذا التطور طبعا يجب وجود كادر متخصص ومتخصص جدا في كل هذه النواحي، وهذا طبعا عندنا خبرات من شتى أنحاء العالم، بعضهم من شركات عالمية، بعضهم من جامعات عالمية ومراكز بحثية عالمية في هذا المكان، وطبعا بعضهم من أهل البلد طبعا. نعم. تفضل دكتور. يعني بعد الكلام اللي انت قلته احنا لازم انا لازم ازوركم ان شاء الله. والله انا هاي نصيحتي نتعرف اكثر وعن كثب عن مركزكم. لكن ختاما في هذه الفقره الجميله اللي استمتعنا فيها امانه، تكلمنا عن ابرز المشاريع اللي تعملون عليها في خلال المرحله المقبله. طبعا كل هذه المشاريع وكل هذه الأبحاث زي ما قلنا هي أبحاث تطبيقية، ويتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال تعاون كبير مع شركاء محليين وعالميين. فعلى سبيل المثال كهرمة، هنالك شراكة بيننا وبين كهرمة ليستفيدوا من خبراتنا ومن المعامل المتطورة في موضوع جودة المياه وفحص المياه. أيضا طبعا من أكبر المختبرات الموجودة في معهد قطر هو مختبرات المركزية لفحوص أو توصيف وتحليل المواد، وفي هذا المركز عندنا طبعا اتفاقيات مع شركات محلية، منها طبعا في مجال الطاقة منها توتال وشيل وبعض الشركات الأخرى وبعض الشركات الحكومية أيضا، بنقدم لهم العديد من خدمات تحليل الطاقة، عفوا تحليل هذه الصروح اللي موجودة في جامعة حمد بن خليفة التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إمكانيات على أعلى مستوى، شركات عالمية مثل ما تفضلت وذكرت، كادر مؤهل على أعلى معايير الاحترافية، شهادات آيزو، وأيضا مختبرات على أعلى المستويات. اليوم الفرصة موجودة لكل الباحثين، لكل المهتمين بمجالات البيئة والطاقة للاستفادة من كل تلك المزايا. الكلمة اللي حابة توجهها للباحثين وطلبة الهندسة اليوم للتوجه لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والاستفادة. طبعا كما ذكرت سابقا هو استثمار كبير في البنية التحتية والبحث العلمي في دولة قطر. أنا بنصح جميع المهتمين سواء من طلابنا سواء من الشركات أو من الوزارات أو من أي حدا مهتم بهذا الموضوع زيارتنا. مجرد أنت ما تزورنا وتشوف ما كمية الخدمات وكمية الأبحاث وطبعا التطور الموجود في معاملنا راح تعرف يعني إنه سندفع لمزيد من الشراكات ومزيد من التعاون بإذن الله تعالى. أنا الظاهر إني برجع بمخزوني العلمي وبرجع ثاني مرة للمركز الأبحاث، يمكن إن شاء الله يستفيدون مني بأي حاجة. يا سيدي هم اللي يستفيدون منك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كل الشكر للدكتور أيمن سمارة، باحث أول بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة. كل الشكر لك يا دكتور. شكرا لك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك دكتور. أيضا علي، يعني إحنا نوجه الرسالة لكل الباحثين المهتمين بمجال علوم البيئة والطاقة، طلبة الهندسة، الجهات اللي حابة تستفيد من هذه الإمكانيات الجميلة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، اليوم أبوابهم مفتوحة مثل ما قال الدكتور أيمن، ويرحبون بكل الاستفسارات. نعم صحيح. مشاهدينا الكرام، تستعد الخطوط